هذا سائل يقول سماحة شيخنا، انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ونرجو من سماحتكم توجيه نصيحة لطلبة العلم والدعاة في استثمار هذه الوسائل لنشر التوحيد. نعم، هذه الوسائل فيها خير وفيها شر، فعليكم أن تستفيدوا من خيرها وأن تنشروا فيها الدعوة إلى الله وبيان التوحيد بالبيان الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم أن تنشروا هذا في وسائل الاتصالات، فرصة لكم تنتهجونها، ولا تتركوها للأشرار ودعاة الضلال، ضايقوهم فيها، لأنهم إذا رأوا الحق ينشر انكفوا، فلنقلب بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو